ويسأل يقول رجل تزوج امرأة من غير ولي؟ من غير ولي. ولي موجود. والولي موجود وكان رافض. نعم. كان رافضا، نعم. يقول ثم ذهب إلى الفتوى في الأوقاف. نعم. وأخبروه أن الزواج صحيح. لا 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 يصح هذا الزواج. لا يصح هذا الزواج، وأنا لا أدري عن قضية الفتوى الأوقاف أو ملابساتها أو كذا. هل كذبوا قال إن الولي ميت ولا لا يوجد ولي ولا الولي عادلها؟ لكن أنا لا أتصور أن الأوقاف تفتي في هذا، لأن هذا مصيره إلى العدل القاضي. والذي أعرفه أن القضاة في الكويت كلهم يمتنعون من هذا التزويج إلا بوجود الولي، حتى لو كانت غير كويتية يطلبون الولي، حتى لو كان خارج البلد يطلبون توكيل. ما يزوجون بدون ولي إذا كان الولي حيا موجودا. فممنوع في الكويت أن يتزوج المرأة بدون ولي.